الباج فيسبوك نتاع وزارة التربية يقولوا كأنها ماهيش موجودة يا أخي بيراتي ولا شو اللي صار شو اللي موجود؟ لا 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 الأمور عادية. الباج فيسبوك في إطار خطة اتصالية وعالمية تقوم بها الوزارة بإذن السيد وزير التربية باش تتم تهيئة الصفحة من جديد وإعادة معناها نشرها وإعادة ضخها في الموقع الويب. دونك عندنا احنا موقع فودينات معناها هذا موقع تعمل به الوزارة مع الكل لتقديم المعلومة في انتظار صفحة الفيسبوك ثوب جديد وحلة جديدة إن شاء الله كما قلت في إطار خطة اتصالية كاملة وشاملة فيها الراديو الويب وفيها التلفزة التربوية وفيها نشرية إن شاء الله. تلفزة تربوية بشكون تلفزة تويب ولا تلفزة بيتم معنى الكلمة تلفزة بيتم معنى الكلمة فيها كل المقومات بالتعاون مع مؤسسة التلفزة التو الوطنية بإذن الله بالتعاون مع جميع المتدخلين والشركاء وزارة التربية وبيكون فيها برنامج متكامل ورؤية شاملة للاتصال التربوي والإعلام التربوي خاصة الإعلام اللي يقوم على المعلومة البديلة المعلومة التربوية المحينة واللي خاصة ينتجها التلاميذ وينتجها البيداغوجيون والمربون وكل من له صلة بالمنظومة التربوية فيها الحياة المدرسية فيها التربية على البيئة فيها كل التصورات والتوجهات الكفيلة نشر النشر التربية على وسائل الإعلام ونشر المعلومة التربوية المحينة والدقيقة وخاصة ذات المصطلحات الواضحة.